هنا عم رفعت الجميل كان جاي لنا جلطة مخ أدت لشلل الناس فيه وما كانش فيه كلام. بدأنا نعمل جلسات لصعوبة الكلام وكان عنده شلل نصفي في الناحية الشمال زي ما احنا شايفين. هنوريكم دلوقتي. قول اي حاجة بقى يا عم رفعت. تقول في خبرك هذا الخير ان شاء الله ربنا خير كريم ان شاء الله واستحارة جهنمي وهيناك على سمعتك. امين. ربنا بدينا كلها ان شاء الله. ربنا خير الغلابة. ربنا يكرمك. ربنا استحارة جهنمي. هم حاجة على قلب بعض. الحمد لله. الحمد لله. انا مبسوطه. انتوا شايفين الكلام يا جماعه بسرعه ازاي وما شاء الله حلو ازاي. يلا ارفع ايدك لفوق يا يلا. احنا كده يعني بعد شهر تقريبا من العلاج. برافو. عند بقك دي طبعا كان فيها تيبس وكانت الحركه فيها صعبه. هنفتح ايدينا ونقفلها. افتح واقفل. افتح واقفل. شوف مشيتك. شوف مشيتك من غير العصايه بقى يا عم رفعت. من غير العصايه خلاص بقى. عدينا العصاية. وريني الشطار. برافو عليك يا عم رفعت. برافو 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 برافو. دي كانت حالة جلطة مخ ادت لشلل نصفي. كان عنده صعوبة في المشي وكان عنده ايديه كان فيها تيبس شديد وايديه دي كانت مقفولة كانش فيها حركة وكان عنده صعوبة في الكلام.